المخاصي في ناس كتير قوي بتجيبها وتروح مقطعاها، بتخلي ساعات الجزار يسلخها او يشيل الجلده بتاعتها ويروح مقطعها لها شرايح بالشكل ده كده، وبتبدا ان هي تعملها ايه، يا دوب بياخدوها يشوحوها كده بس مع معلقه سمنه ورشه ملح وفلفل اسود، دي تطعيمتها في منتهى الجمال. بس انا بقى بحب ادلع المخاصي شويه، بحب ان انا اكلفها. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا عندي وك على النار اهو، والوك عندي سخن، هروح نازله عليه يا حمدي بمعلقه من السمنه. عندي مخاصي، قطعتين مخاصي متقطعين حلقات زي ما حضراتكم شايفين كده، معايا ثوم مفروم، فلفل حامي مفروم، بقدونس، سمنه وملح وفلفل اسود. ادي السمن وانزل بالمخاصي. شايفين المنظر؟ طيب بتاخد وقت تسويه قد ايه على النار؟ مش كتير، اكلها ما لقاهاش ناشفه، دي عامله زي تسويتها زي تسويه الجمبري، كل ما قعدت على النار ونشفت كل ما حسيت ان انت بتاكلي كاوتش وجلد، ما بتلاقيش تطعيمه، فهي يا دوب قوي دقيقتين ثلاثه خمس دقائق بالكتير. بصوا شايفين الشكل عامل ازاي؟ وفي ناس بتحطها في سياخ الشيش طاووق وتبدا ان هي تشويها. شايفين اللسوعه؟ انا بقى عايزه اللسوعه دي في معلقه السمنه، ليه؟ عشان ابقى واكلاها مقرمشه من بره، ولما اجي اقطمها الاقيها جوسي كده وبتاخد وتدي معايا وطعمها في منتهى الجمال. بالشكل ده كده. تمام تمام، اجي بقى دلوقتي ايه؟ احط التطعيمات بقى اللي انا عايزها. انزل بتوم. وانزل بفلفل. ورشه من الفلفل الاسود. ورشه معاها من الملح. احلى من كده مفيش، واسرع من كده مفيش. المخاصي ما بتاخدش وقت كتير على النار، حلاوتها ان هي اللسوعه اللي احنا عملناها في الاول دي علشان تبدا ان هي تتشمع معايا، وارجع بعد كده احط الثوم مع الفلفل مع رشه البقدونس، بقى عندي احلى طبق مخاصي. الناس اللي عايزه تعمل مشروع او الكلام ده كله، وعايز تفتح مثلا عربيه سمين او الكلام ده وهتعمل مخاصي، اعملوها بالطريقه ديت، الزبون هيجي لكم مره مش هيبطل يجي لكم تاني.